الخارج عن المعتقلين. أساس نأكد على هذا الضمان اللي يقدم، وهذا يعني بالنسبة لي مو يعني ضمان. ما تم الإفراج إلى الآن عن المعتقلين؟ تم الإفراج عن المعتقلين صحيح؟ أي بس بعد في موجود معتقلين في السجون للحين موجودين، احنا قاعدين نطالب بالإفراج. بس يعني يعني زينب زينب يعني أنا ما أدري وجهة نظر بعد إذا بتقبلينها مني ممكن نحن نتحاور فيه شوي، يعني سمو ولي العهد يمكن نزول لنا ومجيء للتلفزيون وتكلم بأن أنا أدعوكم إلى الحوار، يعني كان هذا قرار شجاع من سمو ولي العهد، ومثل ما قال بأنه هو موضوع كان يبغي له شجاعة. اليوم أيضا أنتوا محتاجين إلى الشجاعة، محتاجين أن تزرعون الثقة فيكم وتوجهون إلى طاولة الحوار، مو عشان شيء، عشان مستقبل أفضل لنا إحنا كمواطنين بحرينيين. إذا توافقين الرأي ولا لا يا زينب؟ تفضلي. صح انا وافق الراي، انا مو بهذا الراي. احنا مستعدين ان احنا نتحاور، بس مثل ما قلت لك قبل القلوب مجروحه للحين، كلنا مجروحين يا زينب، صار محتاج وقت على اساس انه يندمل ونبدا هذا الحوار. يعني بالنسبه الى الطائفيه الكل يدعونا، احنا ضد الطائفيه، وسمو ولي العهد دعانا الى ان احنا ما نكون طائفيين. نعم. انا اشوف العكس، يعني الكل كل الاتصالات كانت تتكلم عن مسيرات اللي تقام بصورة سلمية وان هي تعطل الشوارع. انا ما اشوف تعطيل في الشوارع، بالعكس شباب من احسن شباب البحرين ينظمون السير في الشوارع. انا كنت موجودة هناك، وبعكس هذا لما كنت رايحة جانب الفاتح كانت هناك ليلة لكان في تجمع، كانت الاشارات مسكرة كلها وكان مكبر الصوت، سمعت أحد رجال الدين قاعد يأجج الطائفية وكان يغلط على شيوخنا. يعني زينب زينب أنا هني بقطع تسامحيني، لأن أنا قلت لك لا تتعدين على الآخر وهذه من أساسيات أي حوار. سمحيني أن أنا راح أقطع اتصالك، لكن راح أرد على بعض النقاط اللي أنت ذكرتيها. ما حدث في تجمع الوحدة الوطنية أفتكر أنه نقل من كلمة على الهواء مباشرة والكل استمع للكلمة، لم تكن فيها تأجيج للطائفية، لم يكن فيها أي تهجم على أي رجل دين، هذا كلام غير موجود، وأفتكر أن الكلمة نقلت على الهواء مباشرة. بالنسبة أن الشباب تقولين من أفضل شباب البحرين هم من ينظمون الطريق، فأنا أقول لك يا زينب هذه مو شغلتهم، هذه شغلة رجال الأمن. إذا كل واحد بيه وبينظم الطريق على كيفه صارت الديرة سايبة. لازم إحنا اليوم نلتزم بالقانون، إحنا في دولة قانون. أنت قلتي بأن القلوب مجروحة، طيب هل نعالج الآن الخطأ بالخطأ؟ في ناس متضررين ترى، ما قاعدين يبيعون في سوق المنامة في سوق المركزي، في ناس وايد متضررة من اللي قاعد يصير، الاقتصاد قاعد ينزل، هل نعالج الخطأ بالخطأ؟ هذه سؤال يحتاج إلى إجابة، حاولي تفكرين فيه يا زينب، وأتمنى أن تلاقين فعلا الإجابة اللي هي تفيدك لمصلحة البحرين ولمصلحة المواطنين البحرينيين.